أهلا بكم. صمم والد الأسير الفلسطيني عبد الرؤوف قعدان لوحة يحصي فيها الأيام انتظارا لإطلاق سراح ابنه الذي قضى في سجون الاحتلال الإسرائيلي 14 عاما، في وقت يستغل فيه الاحتلال الإسرائيلي جائحة كورونا ذريعة لإهمال وضع الأسرى الصحي وإيقاف زيارات ذويهم. نتابع التقرير وبعده نتحدث مع المستشار الإعلامي لهيئة شؤون الأسرى والمحررين. آثار الدمار لم تحجبها السنين. جدران هذه البناية شاهدة على تصدي الأسير الفلسطيني عبد الرؤوف قعدان لقوات الاحتلال الإسرائيلي قبل انسحابها من غزة. داخل البناية والد الأسير رجل سبعيني يعد الأيام منتظرا لحظة لقاء ابنه. هاي بتضيع الانتظار هذا، لما أنا بعد خلص يعني أنا أنجزت، طلعت يوم من العقوبة بتاعته وضايل الكمية هاي. برتاح نفسيا للخطوه هذه، كل ما بشطب يوم برتاح، بحس حالي انه خلص صغرت، كل يوم عن يوم بتصغر، ما عادش حكايه سنين وشهور، صارت حكايه ايام. صورته في السجن لا تغيب الصور عن يد الرجل، يتحدث عن ايام مضت لم يبق منها الا الذاكره ولم تبق له الا الدواء. حتى هذه الاوراق كانت بالنسبه له لحظه فرح لم يستمتع بها. عنده بكالوريوس تاريخ وبكالوريوس علوم انسانيه. في الوقت الذي يترقب فيه هذا الرجل الإفراج عن ابنه من سجون الاحتلال الإسرائيلي، ينتظر أهالي 5000 أسير فلسطيني صفقة تبادل جديدة بين المقاومة والاحتلال الإسرائيلي قد تفضي إلى تحرير أبنائهم. اختارت حركة حماس الصمت في مواجهة الأخبار الإسرائيلية بشأن مستجدات الصفقة. المؤشرات تدلل على أن المفاوضات غير المباشرة من خلال وسطاء موجودة، ربما تتراجع فترات تزيد فترة. هناك أقطاب داخل الحكومة الإسرائيلية لديها يعني الرغبة في إتمام هذا الملف، لكن بالتأكيد لم تنضج الساحة الصهيونية بشكل أو بآخر حتى تنجز هذه الصفقة. في غزة ثمة تجربة سابقة قريبة من حيث التوقيت بشأن نجاح صفقة التبادل. السؤال الأهم نتائج الصفقة الجديدة وثمنها الذي يدفعه سكان القطاع المحاصر. باسل خلف، تلفزيون العربي، قطاع غزة. وينضم إلينا عبر سكايب من بيت لحم حسن عبد ربه المستشار الإعلامي لهيئة شؤون الأسرى والمحررين. أهلا وسهلا بك. تابعنا في هذا التقرير لهفة الأب الفلسطيني سميح قعدان وشوقه لملاقات ابنه بعد خروجه من سجون الاحتلال، لكن في هذه السجون 5500 أسير فلسطيني، كيف تتابعون أوضاعهم منذ بداية جائحة كورونا؟ بداية مساء الخير لكم وللمشاهدين الكرام، والحرية والكرامة والسلامة لأسيراتنا وأسرانا البواسل. دون شك أوضاع الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي الآن هي أوضاع كارثية وصعبة وقاسية ومؤلمة جدا بسبب جائحة كورونا وإجراءات سلطات الاحتلال وإدارة مصلحة السجون التي عمدت إلى وقف الزيارات العائلية منذ مطلع آذار الماضي وحتى اليوم، إضافة إلى وقف زيارات المحامين إلى الأسرى، وأيضا ارتفاع الخطورة المحدقة بالأسرى من الإصابة بفيروس كورونا في ظل عدم إقدام إدارة السجون على تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية استنادا للقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف. طيب سيد التي حسن، لنفهم منك أكثر، يعني كما تتفضل بالقول سلطات الاحتلال لجأت إلى تقييد أو منع الزيارات تماما في بعض مراكز السجون، هل المخاوف تأتي أساسا يعني في هذه السجون التي منعت فيها الزيارات بشكل كامل، وكيف انعكس كل هذا الوضع عمليا على الأسرى خاصة بعد إحصاء 6 حالات إصابة بكورونا داخل السجون؟ نعم، الزيارات هي توقفت لكافة الأسرى في كافة السجون والمعتقلات ومراكز الاعتقال بشكل كامل منذ مطلع آذار الماضي، يستثنى من ذلك بعض الحالات لزيارة العائلات المقدسية خلال الشهر الجاري فقط، وبعض المناطق بشكل بسيط جدا في الضفة الغربية. وهذا اليوم
تم إبلاغ العديد من المناطق والمدن والبلدات الفلسطينية عبر الصليب الأحمر لوقف الزيارات تحت ذريعة جائحة كورونا. إدارة السجون لم تأخذ بعين الاعتبار صحة وسلامة الأسرى من خلال عدم القيام بعملية توفير مواد التنظيف والتعقيم والمطهرات واتخاذ سبل التباعد الاجتماعي التي طالبت بها المفوضة السامية لقضايا حقوق الإنسان للأمم المتحدة والمناشدات الدولية التي طالبت بتحقيق ذلك عبر الإفراج عن الأسرى والسجناء والمعتقلين. الاحتلال الإسرائيلي لم يعر وزنا أو اهتماما لهذا الموضوع. اقفل هذا الجانب، ولكن اللجنة الدولية اللجنة الدولية للصليب الأحمر أكدت أنها تعمل على استئناف الزيارات وإيجاد حلول بديلة في حال لم تتمكن من ذلك. هل لديكم فكرة عن هذه الحلول؟ بالتأكيد اللجنة الدولية بذلت جهودا خلال الأسابيع القليلة الماضية ونجحت إلى الوصول إلى برنامج لهذه الزيارات وأعلن عنه، وقام ذوي الأسرى والمعتقلين بتسجيل الأسماء لتنظيم هذه الزيارات وإن كانت ضمن ترتيب خاص وإجراءات الوقاية والسلامة لأوائل الأسرى من خلال سبل السلامة والوقاية لأسير لشخص واحد من العائلة والزيارة واحدة لكل شهرين، ولكن في الأيام القليلة الماضية وهذا اليوم تم إيقاف العديد من الزيارات للعديد من المحافظات، وهذا إجراء اتخذته سلطات الاحتلال وتم إبلاغ الصليب الأحمر الدولي في ذلك، إضافة إلى الأسرى قطاع غزة لم يتمكنوا على الإطلاق حتى اللحظة من تسيير أي زيارات، وهذا من شأنه أن يفاقم من المعاناة الاجتماعية والإنسانية والعاطفية والأخلاقية للأسرى بشكل كامل، ويبقى من منسوب القلق الشديد المتبادل ما بين الأسرى وعوائلهم. لدينا حالة بالنسبة لهذا القلق سيد حسن، نقل عن أحد المراكز الحقوقية الفلسطينية وجود اليوم حوالي 150 أسير مريض في سجون الاحتلال، صنفت حالتهم على أنها خطرة للغاية. هل لديكم تفاصيل بهذا الشأن، الأمراض التي أصيب بها، عن أسمائهم ربما، وما هي أوراق الضغط التي تعملون لممارستها على الاحتلال؟ بالتأكيد عندما نتحدث عن أكثر من 200 حالة مرضية داخل السجون، هؤلاء هم من أصل نحو 700 حالة مرضية داخل السجون. العدد هذا هو أسرى مرضى مصابون بأمراض خطيرة وقاسية ومزمنة، منهم من يعاني من الشلل والإعاقة ومقعد، ومنهم من يعاني من أورام السرطان، ومنهم من يعاني من حالات الفشل الكلوي أو مشاكل في القلب. نتحدث عن رياض العمور وهو أسير محكوم بالمؤبد عدة مرات ومصاب بمشاكل في القلب، يعيش من خلال منظم لدقات القلب. الأسير كامل أبو وعر والذي لا زال في مستشفى أساف هاروفيه حيث يعاني من سرطان في الحنجرة ويعاني أيضا من إصابته بفيروس الكورونا، وهو في وضع صحي صعب للغاية. نحن نتحدث عن معتصم رداد وعن منصور موقدة عن ناهض الأقرع عن ياسر ربايع الذي يعاني من السرطان، عن موفق عروق الذي يعاني هو الآخر من السرطان، نتحدث عن إبراهيم أبو مخ ومحمد إبراش الذي فقد بصره تقريبا ويعاني من حالات إعاقة، عن شيخ الأسرة فؤاد الشوبة الذي يبلغ من العمر أكثر من 80 عاما. وبالتالي أمام هذه الحالات الواضحة بالإضافة إلى أسير نضال أبو عهور الذي يعاني من فشل كلوي وإصابة سرطان بالكلى ويعيش على كلية واحدة ولا زال محتقلا حتى اليوم، الأسيرة إسراء جعبيس على سبيل المثال من بين الأسيرات. أشكرك ونتمنى الحرية لجميع هؤلاء وأعتذر على المقاطعة. شكرا جزيلا لك من بيت لحم حسن عبد ربه المستشار الإعلامي لهيئة شؤون الأسرى والمحررين. والآن عودة إلى وسام ومتابعة لباقي ملفات هذه النشرة. إليك وسام. يعطيك العافية نادين. شكرا. شكرا.